بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبنائي التلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو الخاص بتوضيح الامتحان الشفهي لمادة اللغة الإنجليزية للصف السادس. أولا، يجب على كل تلميذ أن يجلب ورقة بيضاء ويكتب اسمه وصفه وشعبته. هذه الورقة البيضاء، هاي ورقة بيضاء بهالشكل، هذا هاي الورقة البيضاء، ورويتكم إياها بالصف اليوم، ورقة بيضاء وتكتب عليها اسمك وصفك وشعبتك بهالشكل. الاسم تلاحظ هنا فاضل صالح طامة، الصف السادس باء، وتكتب أيضا قلنا بالقلم الرصاص، تكتب بالقلم الرصاص، لا تكتب نهائيا بالقلم الجاف لأن ترى يعتبر غش. هذا تلاحظ تكتب 1 2 3 4 5، هذه الورقة البيضاء اللي تحضرها. إيش راح نمتحن بهاي الورقة البيضاء؟ إحنا امتحنا آخر مرة بنص السنة، امتحنا بنص السنة ونعرف الفقرات اللي إحنا راح نمتحن بيهن، ومع ذلك راح أعيدهن إليك وياي. أولا عندنا الامتحان الشفهي بثلاث فقرات، الامتحان الشفهي بثلاث فقرات. الفقرة الأولى هي فقرة الإصغاء، فقرة الإصغاء اللي راح نمتحن بيها بهاي الورقة الإصغاء، وحددت الكل شعبة، حددت الكل شعبة القطعة الخاصة بها، القطعة الخاصة بكل شعبة. شعبة أليف، شعبة أليف سادس أليف اللي راح يمتحنون به، القطعة اللي راح يمتحنون بها يونت 2 لسن 7، يونت 2 لسن 7 ان اكتيفيتي بوك، ان اكتيفيتي بوك في كتاب النشاط، يونت 2 الوحدة الثانية لسن 7 الدرس السابع بالاكتيفيتي بوك كتاب النشاط، بيج صفحة تلاحظ 32 صفحة 32. راح نقرأ القطعة، هاي فقرة الإصغاء، نقرأ القطعة مرة أو مرتين أو ثلاثة نقراها، بعد ما نقراها راح أنطيك جمل أنت تكتب، إذا كانت الجملة اللي أنا حكيتها قلت لك إياها إذا كانت صحيحة تكتب يس، وإذا كانت الجملة خطأ تكتب نو. يعني لازم تقرأ هاي القطعة وتفهمها بشكل صحيح، تقرأ القطعة وليس فقط تقرأ الترو والفوس مالها أو اليس والنو، لا لازم تقرأ القطعة كلها رجاء حتى تفهمها، أي سؤال يجيك حتى تعرف تجاوب عنه. راح نعطيك شقد كم سؤال مثل ما تعلمنا كل مرة، 5 أسئلة، يعني 5 نقاط، هو سؤال بس 5 نقاط، 5 نقاط. إذا كانت الجملة صحيحة تكتب عليها يس، وإذا كانت خطأ تكتب نو. وقلنا هاي الورقة، هاي الورقة شو ايش راح تكتب؟ تكتب باوع ورا ما تكتب اسمك هنا، اسمك وصفك وشعبتك، هنا ايش راح تكتب؟ شوف نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5، يعني احضرها حتى انا راسا استمع للمعلم، بعد ما نقراها مرتين او 3 مرات استمع للمعلم، اذا كانت الجمله اللي حكاها
صحيحة اكتب يس، وإذا كانت الجملة اللي حكاها خطأ اكتب نو. وأيضا راح أكتب لك اليس والنو على السبورة مثل كل مرة. هذه بالنسبة لشعبة أليف، هاي القطعة مالتهم، هاي القطعة يونت 2 لسن 7 الوحدة الثانية الدرس السابع بيج صفحة 32. بالنسبة الشعبة باء، بالنسبة الشعبة باء القطعة يونت 3 لسن 7، يونت 3 لسن 7 أيضا بالاكتيفيتي بوك، ان اكتيفيتي بوك في كتاب النشاط، في كتاب النشاط. تلاحظ هذه يا صفحة 48 صفحة 48 صفحة 48. أيضا تقرأ القطعة، وراح نقرأها بالصف قلنا مرتين، مرة مرتين أو 3 مرات، وبعد ما نقرأها راح أعطيك يس ونو. ومثل ما قلت لك مو بس هذا اليس والنو اللي موجود هنا هاي الصفحة، لا راح تقرأ أيضا اليس، راح تقرأ القطعة بشكل يعني جيد حتى تفهمها أكثر، وراح أعطيك يس ونو مو بس يعني من داخل هذه اليس والنو اللي موجودة أمامك، لا أيضا من داخل القطعة. يعني القطعة لازم تقرأها وتفهمها، مو بس تقرأ فقط اللي ترو الفوص مالها رجاء، يعني هذه إلك. هسه هذه بالنسبة لمن الفقرة الأصغاء، فقرة الأصغاء. هسه نجي لبقية الفقرات، فقرة الإصغاء طبعا من 10 درجات. عندنا هذه القصاصة، إذا تلاحظ هاي القصاصة، هاي هذه قصاصة. الفقرة الثانية هي فقرة التحدث، فقرة التحدث. فقرة التحدث من 20 درجة، شنو بيها؟ 5 أسئلة، على هذه الـ5 أسئلة. كل فقرة من فقرات التحدث بيها 5 أسئلة، كل سؤال عليه 4 درجات، كل سؤال عليه 4 درجات. هاي فقرة التحدث. وفقرة القراءة، فقرة القراءة من 10 درجات، من 10 درجات. فقرة القراءة طبعا هاي الأسئلة أول مرة، الـ5 اللي منطينهن هنا منين جايبينهن؟ جايبينهن من الكتاب والاكتيفيتي، من البيوبولز ومن الاكتيفيتي. هاي الأسئلة موجودة بالكتاب وموجودة بالاكتيفيتي. وهذه وين موجودة؟ الريدينج، الريدينج موجود. يعني اختاريت لك فقط من البيوبولز، يعني من كتابة التلميذ، فقط من كتاب التلميذ. وين اكو، وين ما تلقى انت الفعل ريد، ريد وين ما تلقى ريد معناها انه هذا قراءة، انت لازم تقرأ. وايضا انا منطيك القصاصات هذه وراح اعرضها عليك، وراح تشوف ايضا الريدنج وتشوف الاسئلة. هسه راح اوضح لك، يعني احنا انا امتحان الشفهي، احنا بالنسبه ان الامتحان الشفهي اللي امتحناه بنص السنه تقريبا نفس الاسئله، وياهن فقط 4 قصاصات جديده، فقط 4 قصاصات جديده من الوحدتين اللي اخذناها الـ5 والـ6، فقط فقط 4 قصاصات ضفنا من الوحدتين الـ5 والـ6. هسه راح اوضح لك هذه القصاصة على سبيل المثال. شو يقول؟ What device do you slice with it? What device do you slice with it? هنا ما الأداة اللي انت تقطع بيها؟ من هي الأداة اللي نقطع بيها احنا؟ لازم تكون الإجابة مالتك تقول I slice with a knife.
I slice with a knife. السؤال الثاني number two, which planet is the closest from the sun? Which planet, أي الكواكب, is the closest, الأقرب, from the sun, من الشمس. أخذناهن قلنا ميركوري, يصير الإجابة ميركوري is the closest planet from the sun. ميركوري is the closest planet from the sun. Question number three, سؤال رقم ثلاثة, can you touch electrical things? الإجابة no I can't. No, I can't. What? Number four. What can you see in the kitchen? ماذا تستطيع أن ترى في المطبخ؟ شو تقول؟ I can't see. وتعدد. شو تشوف بالمطبخ؟ Knives, grater, spoons, cooker, إلى آخره. من الأشياء اللي موجودة داخل المطبخ. تحكين. Number five. Who invented the car? Who invented the car? من اخترع السيارة؟ Mr. Benz invented the car. هاي الإجابة. وانه يقول لك مثلا صفحة هنا صفحة 68 Space Travel, اقرأها طلعها وتقرأها. هاي القصاصة الثانية هم راح اوضح لك اياها. هاي طبعا بس القصاصات الجديدة, لان ايش القصاصات يعني كلهن يعني حتى بالامتحان الشفهي انت لاحظت إجابات الطلاب وأنت لاحظت أيضا مرت عليك الأسئلة ومرت عليك الإجابات. هذا أني بس اللي يعني جاي أشرح لك بس القصاصات الأربعة مال يونت 5 ويونت 6. بس أول واحدة هنا نمبر 1, What device do you build with it? ما الأداة اللي تقشر بيها؟ شو تقول؟ I peel with a knife. I peel with a knife. Which planet is the biggest? من الكوكب الأكبر؟ أو أي الكواكب هو الأكبر؟ Jupiter. Jupiter is the biggest planet. Jupiter is the biggest planet. المشتري هو الكوكب الأكبر. Number three. Do you pick up broken glass without gloves? هل تستطيع أن تلتقط أو تأخذ الزجاج المكسور without بدون glasses gloves بدون قفازات؟ طبعا no I don't. الإجابة no, I don't. لازم تكون الإجابة كاملة. Number four. What dangerous things in the kitchen? ما الأشياء الخطرة اللي موجودة بالمطبخ؟ طبعاً أشياء الخطرة شنية؟ They are مثلاً نقول أو there are مثلاً knives. السكاكين على سبيل المثال من الأشياء الخطرة. بعد اللي داخل المطبخ الأشياء الخطرة غاز بوتل قنينة الغاز إلى آخره. Number five, who invented a computer? من اخترع الكمبيوتر؟ Mr. Babbage اللي سميناه قلنا the father of computer, أبو أو طلقوا عليه أبو الحاسوب. من هو Mr. Babbage invented a computer. وهنا يقول space page 66 يعني صفحة 66 بالكتاب. شنو هاي؟ هذه قراءة تقرأها. عندنا هذه اللوخ أيضا راح أوضح لك إياها. القصاصة الثالثة, هاي القصاصة الثالثة بالنسبة ليونتات لأن الثنين الخامس والسادس. هنا عندنا Would you like to be a space traveler? Would you like to be a space traveler? يعني هل أنت تحب أن تكون space traveler؟ يعني شنو؟ مسافر بالفضاء؟ تريد تصير مسافر؟ رحالة؟
للفضاء تريد تصير؟ كان عندنا هذا بالاكتيفيتي، السؤال موجود والإجابة مالته، ووضحت لك اياه ايضا بالفيديو. ايش راح تقول هنا؟ Yes I would like to be. Yes I would like to be a space traveler. Number two, which planet would you visit? Which planet would you visit? أي الكواكب اللي تود تحب أن تزورها؟ الإجابة I would like to visit. تختار واحد من الكواكب. احنا اختارينا بالإجابات بالفيديو مارس، يعني تصير الإجابة I would like to visit Mars. I would like to visit Mars. Number three, can you make a pizza? Can you make a pizza? هل تستطيع أن تصنع البيتزا، تسوي البيتزا؟ إذا تقدر تقول yes I can، وإذا ما تقدر تقول no I can't. Number four, where does your mom cook? وين أمك تطبخ؟ شو تقول؟ تقول she is in the kitchen. She cooks in the kitchen. أي إجابة هي صح؟ in the kitchen. بس دائما هذا يحتاج إلى إجابة كاملة. Number five, what can you add on pizza؟ يعني ما الأشياء أو ماذا تستطيع أن تضع فوق البيتزا؟ بكيفك. قلنا احنا يعني خلال دروسنا قلنا بابا وغراليك، غراليك العفو غارليك، بابا غارليك وهيبس، بابا الفلفل. تقول I can add، أنا أستطيع أن أضيف. I can add بابا غارليك. اثنينهن فقط بكيفك، أو واحدة من عندهن هم ما يخالف، وذا الثالثة وياهن هيبس هم ما يخالف. وعندنا هنا the past، يعني اسم القطعة اللي راح تقرأها اسمها the past. هاي القراءة، فقرة القراءة الريدي. page صفحة 60 هذه صفحة 60 هنا لازم تقرأها the past قراءة. عندنا القصاصة الأخيرة هنا. Number one, who invented telephone? من اخترع التليفون؟ Mr. Bell invented telephone. Number two, where do you bake biscuits? وين انت تطبخ البسكت؟ وين نطبخه احنا؟ In the oven. أو I bake biscuits in the oven. I bake biscuits in the oven. Where do you... العفو. Number three, which planet is the farthest from the sun? Which planet, أي الكواكب، farthest الأبعد، from the sun، منين؟ من الشمس. من هو؟ نبتون. Number four, when's your birthday? When's your birthday? متى عيد ميلادك؟ هنا ايش تقدر تقول؟ اول ما تقول اتس، وبعد الاتس تخلي، اذا تريد تقول بس الشهر مثلا تقول اتس ان ابريل، اتس ان ابريل. واذا تريد تقول يوم وياه ايش تقول؟ اتس اون 7th اوف ابريل، اتس اون 7th اوف ابريل، يعني وحده من حته. نمبر 5، وات يير وير يو بورن؟ يعني ما السنة اللي ولدت بي ولد اللي انولدت بيها؟ I was born in. انت شوف يعني 2007 شو تقول؟ تقول 2007 2007 2008 2009 الى اخره. شوف السنة اللي انت انولدت بيها، او حتى اذا تريد تقول اي سنة هم نعتبر الإجابة صحيحة. القراءة هنا شنو بهاي القصاصة؟ Our 21st century، قرننا الحادي والعشرين. page صفحة تلاحظ 64 64. طبعا وين موجودة؟ قلنا القراءة دائما القراءة وين؟ بال
كتاب، يعني الرجاء الرجاء الرجاء. طبعا هاي القصاصات، هاي الثيمين اللي قلت لك عليهن شرحناهن، الأربعة العفو شرحناهن. شوف هسه هاي أيضا عندنا هاي قصاصة، إذا تريد توقف الفيديو وشوفها، هاي قصاصة وهاي القصاصة الأخرى وهاي القصاصة الأخرى، هاي قصاصة أيضا، هاي قصاصة أسئلة، هاي القصاصة وهاي قصاصة أخرى، وهاي عندنا أيضا قصاصة، هاي قصاصة وهاي القصاصة الأخرى. شوف هاي الأسئلة مالتها، وبعد شنو وياها؟ الأسئلة الخمسة وياها أيضا القراءة. هاي القصاصة اللي بعدها، هاي القصاصة اللي بعدها، هاي القصاصة اللي بعدها، وهاي اللي بعدها أسئلتها والقراءة. كل قصاصة الأسئلة والقراءة، هذه الأسئلة والقراءة، وهذه الأسئلة والقراءة، هاي الأسئلة والقراءة، وهاي الأسئلة والقراءة. تقدر أنت طبعا خاف مثلا ما تلحن، توقف الصورة، توقف الفيديو وتشوفها، أيضا تشوف الأسئلة وبنفس الوقت تشوف القراءة. تلاحظ هاي الأسئلة والقصاصة، الأسئلة العفو القصاصة وبعد القراءة، الأسئلة والقراءة، الأسئلة والقراءة. طبعا هاي صفحة 52 ما واضحة. هذه أيضا عندنا أسئلة وقراءة بهاي القصاصة، وهاي أسئلة والقراءة مال هاي القصاصة، وهذه آخر شيء قصاصتين، هاي الأسئلة، هاي الأسئلة والقراءة، وهاي الأسئلة والقراءة. هذه كل القصاصات اللي راح إن شاء الله تمتحنون بيهن. انتهى التوضيح الخاص للامتحان الشفهي، أرجو أرجو يعني المتابعة والحفظ، وإلى درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.